تظاهر العشرات من المهندسين العراقيين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في العلاوي ببغداد، حيث ضمت هذه التظاهرة جميع اختصاصات الهندسة ومن جميع محافظات العراق، مطالبين بتفعيل قانون المهنة الهندسية لحماية المهندسين وحفظ حقوقهم. الحشود التي ترونها أمامكم من المهندسين للمطالبة بحقوقهم في إقرار وتفعيل قانون ضمان حقوق المهندسين، والمطالبة بالتعيين المركزي، لأن كما ترون أن الحشود التي تتخرج من الكليات لا تجد أي عمل. نطالب الحكومة المركزية بإيقاف استيراد العمالة الأجنبية وتشغيل أبناء البلد، لأنهم أحق بوطنهم وخدمة أبنائهم. خرجت اليوم جموع المهندسين من كافة أنحاء العراق العظيم للمطالبة بحقوقها بعدما عانت منذ سنوات طويلة من التهميش. هذا اليوم هو يوم المهندس العراقي، هذا اليوم هو يوم رفع الظلم والتهميش عن هذا البلد. الآن البلد بحاجة إلى الكوادر الهندسية مثل حاجته إلى بقية الاختصاصات. المهندسون المتظاهرون رفعوا شعارات طالبوا فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في الحكومة بتلبية مطالبهم، أهمها التعيين المركزي وتفعيل قطاع الصناعة والقطاع الخاص ودعم هذه الشريحة. اليوم احنا معتصمين مهندسين من جميع محافظات العراق، مهندس زمن نائب رئيس فرع بابل، جئنا اليوم بمطالب إلى الأمانة عامة رئاسة الوزراء. أهم هذه المطالب هو التعيين المركزي، تفعيل قطاع الصناعة بشتى أنواعه، تفعيل القطاع الخاص ودعم المهندس بدورات تنمي وتقدره على العمل بجميع القطاعات. أول شيء تعيين المركزي، قانون حماية المهندسين، والمطلب الرئيسي هو تعيين مركزي المهندسين. ورغم ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس اللاهبة، إلا أنهم قدموا من جميع محافظات العراق رافعين شعاراتهم علها تصل إلى المسؤولين. لسامراء الفضائية علي الحسني، بغداد.